ومع ذلك عامر بن ربيعه شاف سهل يسبح، سهل بن حنيف شافه يسبح قال ولا جلد مخبأ، ما قال ما شاء الله تبارك الله، سهل ابيض وجلده في حمره ومثله بنت توها عذراء، قال ولا جلد مخبأ. يقول الراوي فلبط سهل بن حنيف غش عليه، نسأل الله العافية والسلام، وحملوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما يدري وش فيه. يوم شافه النبي قال من تتهمون؟ قالوا عامر بن ربيعة هو اللي شافه، وقال الكلام عقب طاح، قال ائتوني بعامر. يوم جابوا عامر قال يعمد أحدكم على قتل أخيه؟ يقول ما رؤي النبي غاضب مثل ذاك اليوم، ما يعمد أحدكم على قتل أخيه، شف قتل أخيه مع أنه أخوه مشارك معه في المعركة وصحابة، إلا أنه ضعف في قضية أنه يقول ما شاء الله تبارك الله. الله لا يخيب رجانا وإياك يا حبيبي. هو الشخص لازم يعود نفسه هي على نعم لا يصير. أنا يا شيخ صارت لي مشكلة نعم في البزنس، كل ما اخترعت ومن قبله لا حد اخلعني ولا شيء، قلت اخمني له الله، انه يصير لي حادث قبل فتره في المزاحميه، وقت الحادث جاء في بالي اني اتشهد، يا الله اول ما صدمت ابغى اقول اشهد لا اله الا الله، قلت اخمني له طاع شكوى الى الله. لو اني معود نفسي على الشهاده كان اموري في التمام، فلازم شخص يعود نفسه. ذكرتني بقصة